السلام عليكم ليكيب، واش راكم صافا؟ شويه ويعلم علي هذه غير باص في لونتو، ما درتش فيديو غير كانت مونكي انسبيراسيون ولا هكذا تو فوا. لا ما كانش راسي مع لي فيديو كامل. بون اليوم انا وليناكم فيديو جديده ان شاء الله، راح نكونوا على استمرار ان شاء الله. بعد اليوم نجي لكم ندير لكم اهم جميع المباريات تاع المحترفين الجزائريين لهذا الاسبوع، كل كامل لي ماتش نديرو لكم في هذا في هذه كيما يخرجوا في هذا الفيديو، ونتعرفوا على المباريات واش تشوفوا. نعطيكم توقيت القنوات النقلية نسيو نعطيو لكم ثاني وين تشوفوها، ونهار المباريات ندير لكم فيديو خاص على الروابط اللي ما عندوش التلفاز وين يشوفها يشوفها روابط مجانا مليحة. على كل حال ونروحو قبل ديجا هذا الاسبوع كاين دوري ابطال اوروبا، هي في الشامبيونز ليغ، نشوفوا المباريات. لكن الاسبوع الواحد شوفوا هنايا على عندنا لاتسيو بوروسيا دورتموند، هتكون الثلاثاء 20/10/2020، الثلاثاء 20/10/2020 مباراة لاتسيو وين لعب محمد فارس، هذه في دوري أبطال أوروبا. أوريك موتيف موسكو، مانشستر سيتي أمام بورتو، رياض محرز يوم الأربعاء على الساعة 8 في إر إم سي سبورت الفرنسية وبي سبورت العربية، وكذلك سكاي سبورت ودازن سبورت الألمانية والإنجليزية والنمساوية أيضا. الانتر ميلان بوروسيا موشن جلادباخ بمسبعيني، مباراة جيدة صراحة انتر ميلان يوم الأربعاء أيضا على الساعة 8 كذلك على ال ام سي سبورت و دازن سبورت و بين سبورت. أولمبياكوس أولمبيك دو مارسي الأربعاء كذلك على الساعة 8 يعني في أبطال دوري أبطال أوروبا، مباراة رائعة صراحة. أولمبياكوس العربية السوداني هو هذا المكان في دوري أبطال أوروبا. نروحو خطوة خطوة يوروبا ليج، نشوفو في الماتش نابولي أو فوزي غولام أو جي سي نيس مع بايا ليفركوزن، يوسف عطار مع هشام بوداوي، رغم أنه هشام بوداوي ممكن أن يكون في المباراة لكن يوسف عطار هذا فقط وين عاد التدريب الاستفراضية. نشوفو ميلانسي سلتيك ميلانسي اسماعيل بن نصر، ليست سيتي اسلام سيمون لكن اظن انه في القائمة، وفي نهايم بالفضيل بولاد. بس تكون فيديو لا سخوتي بس سوش تستعملنا باشتراك واللايك غير صف بليزي رابطوا على نهاية اللقاء. انجلترا كاين مباراة صراحة رائعة في هذا الأسبوع، أتريكم اللي يحب يشوف ايفرتون ليفربول لقاء في القمة على لقاء راح يلعبوا ليفربول رغم الخسارة 7-1 أمام أستون فيلا، لكن ايفرتون في الصدارة ديربي ليفربول مباراة نارية صراحة يوم السبت على الساعة 12:30، ننصحكم تشوفوها مباراة بقوة. تشيلسي ساوثهامبتون أرسنال مانشستر سيتي 5 رياض محرز أمام أرتيتا أرسنال، نيوكاسل مانشستر يونايتد وستام يونايتد أمام توتنهام. إذ على كل على هاللقاء كاين اللي يقولوا لك بصراحة ما تجوز فيزيت ميديكال، كاين اللي يقول لك ما تجوز فيزيت ميديكال صفقة بصراحة واو فيها كثير من العراقيل واو بزاف سترو. بون هذا ما كان في البريمير ليغ. نهار اسبانيا عندنا ايسا مادي وي ماتش انجوركم عشاق الدوري الاسباني كيما نشوف ريال مدريد كان جيناد كان سيلتا فيغو اتليكو مدريد، مباراة صراحة تكون مليحة ريال مدريد كان مشجع ريال مدريد نشوفك امام كارديس، خطافي برشلونة مباراة صراحة تكون جيدة، خطافي لديها مستوى جيد مدرب افكار عصرية جيدة، اظن انه ستقدم بعض الصعوبة لبرشلونة.
شوف عيسى مندي وين ريال بيتيس أم ريال سوسيداد. صراحة أنا أحترم مباراة ريال بيتيس أم ريال سوسيداد، مباراة جيدة في الدوري الإسباني. نسيت ما تشجعكم التوقيت خاوتي، شوفوا التوقيت وما تشوفوا ما يكون ندخل هو خير على الساعة 8 يوم يوم وش رانا اليوم يوم الأحد. ألماني دوري الألماني ماتش عندنا بالفضي أمام بوريسيا دورتموند، مباراة صراحة هو فيه بايرن ميونخ فاز على بايرن ميونخ في الأسبوع قبل الماضي. أربي ليبزيغ مع أوكسبورغ بايرن ليفركوزن بوريسيا موشي كلا طبخ شو خالتي 17 غدوة على الساعة 7:30 على قناة بين سبورت الفرنسية والعربية. إذا نشوف قدام سبورت أيضا أظن تكون هناك. هذا مكان الدوري الألماني الإيطالي سيري أي. هلا ماتش نابولي أتلانتا مباراة قوية فوز يغلب أظن سيكون في الدكاس الاحتياط. انتر ميلان اولولا ديربي ميلان على الساعة 5 مباراة صراحة في قمة يوم السبت، مباراة كبيرة جدا. ارسنال مانشستر سيتي وانتر ميلان كذلك برشلونة ريال مدريد اتلانتا نابولي صراحة يوم السبت سبت كروي 100%. والان سامتوريا لاتيو كوترون يوفنتوس لاتيو محمد فارس على الساعة 5 صراحة يوم السبت مباراة قوية جدا. وأن نخلصوا بالدوري الفرنسي ما نشوف الدوري نحو الدوري نشوف الآسيا ولا دوك نشوف خوتي كلاسمون ماتش اليوم خوتي العربي كونتر باريس سان جيرمان نيم أولمبيك العربي. هو فرحات فرحات العالم إذا عدم الإصابة. قولوا لي في التعليقات اللي وصل حتى الفيديو حسن وصل حتى نقول حطوا لي يكتبوا لي فرحات في التعليقات قولوا لي يلعب ولا ما يلعبش. نقول لكم حاجة نشوفوا بوزيشن نشوفوا فرحات مبليسي إن شاء الله برك عايزين فرحات مبليسي ما يلعبش ان شاء الله برك العريبي يكون اساسي وحتى نشوفه حتى في الاحتياط نشوفه مو يدخل شويه ستاد الوينير الاولمبيك بوتو تصبور اولمبيك ليوني. نعم يوم الاحد بالعمري ليون امام ستراسبورغ على الساعه 12 خوتي مع الفطور لكم ماكلات تقدم تيلي تشوفوا ماتش بالعمري ان شاء الله تسجيلات بس موناكو مونبلي اف سي نونت بستاد بريستو. لدينا الساعة لحد الساعتين بالقبل كونتر رابيد اونجي مات بولحية مع الساعتين فدان بولحية مع الاخر ما اوكي جا سنتيتين اونجي سينيس بوداوي اظن سنوي سيكون في المباراة امام بودبوس ليلو اوسك رسيلانس. وهذا ما عنده واش يسبب باش يكون الفيديو خواتي باش تتوش تدعمونا بالاشتراك وتفعل زر الجرس باش ما تعطوش فيديوهات جاية ان شاء الله.